مع مجلس التفسير مجالس العلم نكمل ما بدأناه في جزء الذاريات. التواتر ليس شرطا في الحديث، قد يكون الحديث صحيحا وليس متواترا، يكون من أخبار الآحاد، يكون مشهورا، لكن لا يشترط فيه التواتر. القرآن يشترط فيه التواتر. سورة الرحمن، وفي مطلع هذه السورة الكريمة التي يحبها كل إنسان مسلم، فيها دروس كثيرة، فيها درر، فيها عبر. كيف تكذب بآيات الله رب العالمين بعد بيانها؟ كيف تكذب بآيات الله بعد وضوحها؟ هم علموا آية القمر، آية أشد من انشقاق القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء